السلام عليكم. تفعيل ميزة حقوق الطبع والنشر على قناتك على اليوتيوب وكذلك حماية فيديوهاتك بحقوق طبع ونشر، فإذا كنت مهتم في الموضوع تابع معي الفيديو حتى النهاية. وكالعادة معكم مهيف فؤادنا اليمن، يا أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم مهي فؤاد من اليمن. طبعا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى كيفية تفعيل ميزة حقوق الطبع والنشر، وكذلك كيف تحمي قناتك أو فيديوهاتك بحقوق طبع ونشر. طبعا هناك ميزة تم تفعيلها على معظم القنوات على اليوتيوب، وهي ميزة المنتدى. هذه ميزة المنتدى كانت موجودة في القنوات الكبيرة على اليوتيوب، لكن حاليا تم تفعيلها على أغلب القنوات الموجودة في اليوتيوب. لاحظ تم تفعيلها أيضا في قناتي على اليوتيوب، لكن بإذن الله تعالى اليوم سوف نتطرق إلى ميزة حقوق الطبع والنشر، وكيف تحمي فيديوهاتك بحقوق الطبع والنشر. لاحظ على سبيل المثال لو ذهبنا إلى استوديو منشئي المحتوى، طبعا هنا يعطي تحليلات على قناتي، هنا وقت المشاهدة بالدقائق، هنا متوسط مدى مدة المشاهدة، هنا عدد المشاهدات الموجودة على القناة، هنا أرباح القناة، هنا أيضا يعطيك الفيديو وقت المشاهدة وعدد المشاهدات وأرباح المقدرة وأرباحك على يوتيوب بريميوم. لكن حاليا سوف نذهب إلى تجربة الإصدار التجريبي من استوديو يوتيوب، أضغط عليه. لاحظ هذا هو استوديو منشئي المحتوى. لاحظ عندك هنا لوحة التحكم، عندك هنا الفيديوهات، وعندك هنا تحليلات، عندك هنا التعليقات، لاحظ عندك هنا نصوص والفيديوهات، عندك حقوق الطبع والنشر. هذه الميزة مفعلة على بعض القنوات، ليس كل القنوات مفعلة عليها هذه الميزة. لو ضغطنا على هذه الميزة حقوق الطبع والنشر، لاحظ عندك المحتوى المطابق وطلب إزالة المحتوى، وعندك أيضا الرسائل، وعندك أيضا الإرشيف. لاحظ هنا عندي المحتوى المطابق، لو ذهبنا إلى المحتوى المطابق لاحظ هنا عندي هنا قناة قامت بأخذ فيديو من فيديوهاتي على اليوتيوب. لاحظ الفيديوهات المطابقة، لاحظ هذا الفيديو الذي قام صاحب القناة بأخذه من قناتي، وإجمالي المشاهدات على الفيديو 25 مشاهدة والتاريخ، ولاحظ هذه اسم القناة التي أخذت الفيديو الخاص بي، وأيضا النسبة المئوية للمطابقة أخذ الفيديو بنسبة 100%. عندك هنا الإجراءات، إما نقل الفيديو إلى الإرشيف، أو تقوم بطلب إزالة الفيديو، أو تقوم بالتواصل مع القناة. حاليا أنا تم انتهاك حقوق طبع ونشر لقناتي من قبل قناة أخرى، قام بأخذ الفيديو كامل، قام بعمل داونلود للفيديو، ومن ثم عمل أبلود للفيديو إلى داخل قناته. حاليا سوف أقوم باتخاذ إجراء وهو طلب إزالة للفيديو. لاحظ أختار طلب إزالة الفيديو، تم اختيار فيديو مطابق واحد، اختار طلب إزالة الفيديو. لاحظ تنبثق لي هذه الواجهة طلب إزالة الفيديو، يرجى إدخال تفاصيل طلب إزالة الفيديو بسبب مخالفة حقوق الطبع والنشر، وسنراجع كل طلب قبل اتخاذ أي إجراء. يخضع هذا النموذج لأحكام وشروط المنطبقة على إزالة المحتوى بسبب مخالفة حقوق الطبع والنشر على اليوتيوب. لاحظ هنا مالك حقوق الطبع والنشر، حاليا سيتم الحفاظ على سرية عنوانك الفعلي ورقم هاتفك إلا إذا تم طلبها في إطار دعوة قضائية. لاحظ هنا اليوتيوب سوف يحتفظ في البيانات السرية الخاص في القناة، وإذا طلب من يوتيوب مشاركة أي معلومات سنعلمك بذلك، لاحظ قبل مشاركتها. وتجد الإشارة إلى أنه يحق لممثل قانوني تقديم طلب لإزالة المحتوى بسبب مخالفة حقوق الطبع والنشر، ولكن عليه تقديم الطلب من حسابه. طرف المعني أنا شخصيا، العلامة بالمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، طبعا لقد قمت بكتابتها مسبقا، لاحظ فيديو ملك لي وبصوتي أنا، وفي الفيديو صورة لقناتي على اليوتيوب، طبعا قد راجعت الفيديو، والعلامة التجارية صورتي إلى نهاية الفيديو، لاحظ وفي نهاية الفيديو صوتي أنا. اسم مالك حقوق الطبع والنشر، أسجل اسمي مهيب فؤاد عبد الحميد قاسم، البلد اليمن، لاحظ اليمن اليمن أهل اليمن، رقم الجوال هذا رقم الهاتف، هنا عنوان الشارع، هنا عنوان البريد الإلكتروني الأساسي الخاص بالقناة، هنا المدينة عدن، هنا عنوان البريد الإلكتروني الثانوي، طبعا هذا هو البريد الإلكتروني الثانوي. .com هنا الولاية أو المقاطعة،
وهنا الرمز البريدي، طبعا هذا الرمز البريدي 2407 هو خاص بالرمز البريدي لكريتر عدن. تنزل تحت الفيديو التي تطلب إزالته. تذكير: ليس جميع المحتوى المحمي بحقوق الطب والنشر مؤهلا لإزالة، فبعض الفيديوهات محمية بمبدأ الاستخدام العادل وقوانين مماثلة. طبعا هنا الاستخدام العادل موضوع ثاني بإذن الله تعالى. إذا حبيت أشارك معكم هذا الموضوع يا ريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. تنزل إلى هنا شرح التفعيل الثريجي، هذا اسم العنوان الفيديو الخاص شرح تفعيل الثريجي لجميع هواتف أندرويد شركة يمن موبايل. يتضمن الفيديو شرح تفعيل الثريجي لجميع هواتف أندرويد شركة يمن موبايل. تم العثور على محتوى مطابق عند طابع الزمني من الدقيقة 0 إلى الدقيقة 7 وثانيتين، يعني أخذ الفيديو كامل. لاحظ حاليا خيارات الإزالة والاتفاقيات وقت إزالة الفيديو. هنا لاحظ شكوى مبدولة إرسال إشعار قبل 7 أيام بعد التحقق من صحة الطلب. يمنح اليوتيوب القائم بالتحميل مهلة 7 أيام لإزالة الفيديو، ويتجنب تلقي إنذار بسبب مخالفة حقوق الطب والنشر، ويتم إزالة الفيديو بعد مرور 7 أيام إذا لم يزيله القائم بالتحميل. هنا شكوى قياسية: طلب إزالة المحتوى الآن، قد يتم فرض إنذار بسبب مخالفة حقوق الطب والنشر نتيجة عملية إزالة المحتوى هذا، ويزيل يوتيوب الفيديو بعد تأكد من صحة الطلب. طبعا أنا حاليا متأكد أن الفيديو خاص بي، أختار شكوى قياسية وهو طلب إزالة المحتوى الآن. الاتفاقيات: لاحظنا اتفاقية القانون. يعتقد بحسن نية أن الاستخدام المادة بالطريقة التي تم تقديم شكوى بشأنها ليس مصرحان به من مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيله أو القانون. المعلومات الواردة في هذا الإشعار دقيقة، وأقر مع تحمل عقوبة باليمين بأني مالك الحق الحصري المزعوم انتهاكه، أو أني الوكيل المفروض للتصرف نيابة عن مالك هذا الحق. أختار هذا لأنه الفيديو خاص بي. أدرك أن الإساءة الاستخدام هذه الأداة مثل تقديم طلب لإزالة المحتوى لا أملكه قد تؤدي إلى إغلاق حسابي على اليوتيوب. ايضا اختارها، لابد ان تقوم باختيارها كاملا. اعتقد بحسن النية ان الاستخدام مادة بالطريقة التي تم تقديم شكوى بشأنها ليس مصرحا به من مالك حقوق الطب والنشر او وكيل او القانون. اختار الثلاثة. هنا يطلب منك ادخال اسمك القانوني بالكامل، الاسم الاول، اسم العائلة مهيب فؤاد عبد الحميد قاسم. لاحظ بعد ما قمت بتعبئة كل الخيارات، طرف المعني أنا شخصيا، العلامة التجارية المحمية بحقوق الطب والنشر، اسم مالك حقوق الطب والنشر الذي هو أنا، البلد اليمن، رقم الهاتف، عنوان الشارع، عنوان البريد الإلكتروني، المدينة عدن، عنوان البريد الإلكتروني الثانوي الذي هو هذا العنوان هذا البريد، الولاية المقاطعة اللي هو صيرة، الرمز البريدي عدن. هنا الفيديو التي تطلب إزالته، هذا هو الفيديو. هنا خيارات لإزالة الفيديو. بعد ما تقوم بملء كافة الخيارات تختار إرسال. تم إرسال طلب إزالة المحتوى. لاحظ أحسنت، لا يلزمك اتخاذ أي إجراء إضافي. لاحظ لو ذهبنا إلى المحتوى المطابق لا يوجد عندي أي محتوى مطابق. أيضا طلب إزالة المحتوى، ما من فيديوهات مطابقة حاليا. أيضا الرسائل، ما من فيديوهات مطابقة حاليا. الإرشيف، لاحظ هذا الإرشيف أي فيديو انتهك حقوق طبع ونشر أستطيع أن أضيفه إلى الإرشيف، لكن حاليا أنا قمت بعمل بطلب من يوتيوب إزالة المحتوى من القناة التي قامت بأخذ الفيديو التابع لي. طبعا كذا درسنا خلص لهذا اليوم. حبيت أشارك مع كيفية تفعيل ميزة حقوق الطبع والنشر على قناتك، أيضا كيف تحمي فيديوهاتك المحمية بحقوق الطبع والنشر إما بطلب من يوتيوب إزالة الفيديو أو إضافة الفيديو إلى الإرشيف أو إرسال طلب إلى صاحب القناة التي قام بانتهاك فيديو من فيديوهاتك على اليوتيوب. إذا أعجبك الفيديو يا ريت ما تحرمنا من زر لايك، فجروها لايكات فهذا يسعدنا، كذلك شير لهذا الفيديو لتعم الفائدة للجميع. كذلك إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب يا ريت نورنا وتشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر اشتراك لتنضم إلى أزيد من 10,000 مشترك ومشتركة على القناة. زكاة العلم تبليغ ولو المعلومة وقفت عندي ما كانت وصلت لك، فيا ريت مشاركة للفيديو لتعم الفائدة للجميع. كان معكم مهيب فؤاد من اليمن، في أمان الله. لاحظ لو ذهبنا إلى طلب إزالة المحتوى، شرح تفعيل الثريجي لجميع هواتف أندرويد، اسم القناة الذي أخذت الفيديو، نوع الطلب، الإجراء القياسي لإزالة الفيديو، تم إرسال الطلب في 29/4/2019. لاحظ حالة الطلب تم حلها، تم إزالة الفيديو، قام اليوتيوب بإزالة الفيديو التابع لي من تلك القناة التي أخذت الفيديو من قناتي.